لأكثر من 32 عاما، ولي الشرف الآن أن أكون رئيس قسم محاسبة للفترة الثانية 4 سنوات الآن. وحقيقة يعني كلية الاقتصاد الآن خرج منها ما شاء الله من قسم محاسبة أعداد كبيرة جدا، تقلدت الآن مناصب كل الشركات الصناعية والتجارية ومكاتب المحاسبة. والحمد لله يعني هذه المهنة، مهنة المحاسبة، تعتبر من المهن العريقة في الدول المختلفة. مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية خطت خطوات كبيرة جدا وخطوات حسيسة بفضل خريجي هذه الكلية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لمزيد من التوفيق والسداد إن شاء الله في السنوات القادمة إن شاء الله. والله لا شك إنه هذه المناسبة بتثير الذكريات والأشجان وتربط الماضي بالحاضر، وهي يعني تجمع ما بين الأجيال اللي يعني تعاقبت على هذه جامعة المؤسس وعلى كلية الاقتصاد والإدارة. شعور بالفرحة أكيد، نتمنى إن شاء الله أنها تتكرر هذه المناسبة، ولا شك إنه التواصل مع الأجيال السابقة حيعطينا دفعة لنا إحنا بحكمنا إن إداريين في الكلية للنهوض بهذه الكلية والاستمرار بتقدمها وازدهارها إن شاء الله تعالى. والله يا أخي الشكر أولا لله سبحانه وتعالى، ثم للكلية ورجالها الأوفياء الذين يعني يبذلون قصارى جهد لإقامة مثل هذه اللقاءات وضم أبنائهم من القدماء الذين تبووا مراكز وأصبح لهم الآن ما شاء الله تبارك الله مشاركات في مسيرة التنمية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. فالشكر الجزيل في الحقيقة للكلية ممثلة في عميدها ووكلائها، ونتمنى أن تتكرر هذه المناسبات في الأعوام القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر مركز الإنتاج الإعلامي اللي حقيقة يقدم جهود قيمة على مستوى توثيق وتسجيل الأحداث اللي في الجامعة واللي تعقدها كلية الاقتصاد والإدارة على وجه التحديد. المركز على مدار السنوات اللي على الأقل أنا شاهد عليها كان فاعل معانا، وتمكنا بمعاونتهم ودعمهم بتوثيق كل أحداثنا. وأنا بهالمناسبة أشكر سعادة الدكتور عاطف نصيف، وأشكرك وأشكر كل من يعمل بالمركز من مصورين وفنيين. الحدث هذا حقيقة هو يعني إحنا متأملين أنه يكون ختام موسم ناجح ما شاء الله تبارك الله. في هذا العام كلية الاقتصاد والإدارة شاركت كشريك معرفة بمنتدى جدة الاقتصادي، نظمت ندوة على اقتصادي ومعرض، أيضا عقدت على مدار العام 10 لقاءات علمية، أيضا حققت نجاحات مرتبطة بمسيرة الكلية في الاعتماد الأكاديمي. فكان عام مليء، والنجاحات اللهم لك الحمد تسابق خطى الكلية. هذا لم يأتي لولا مجهودات زملائي وإخواني منسوبي يعني فضل الله سبحانه وتعالى والدعم غير المحدود اللي تلقاه الكلية من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، واللي حقيقة قدم لنا كل شيء ويتابع أعمالنا بدقة وبشكل يومي. وأسأل الله أن يوفقنا في أن يعني نحقق النجاحات لنقدمها إهداء ونجيرها لمعالي. هذا الحدث يعني هو ألوموناي أو حفل خريجين سيقام سنويا بإذن الله بدءا من هذا العام، يجمع خريجي كلية الاقتصاد والإدارة منذ تاريخ تأسيسها خريجات الكلية، تقدم فيه الكلية نفسها من جديد للمجتمع اعتقادا وإيمانا منها بأن هؤلاء الخريجين والخريجات هم سفراء، من خلالهم يعلو شأن الكلية ويتوهج في المجتمع. والكلية حقيقة سعيدة بهذا اليوم للتجاوب الكبير اللي حصل، وأيضا سعداء بأننا نقدم خاتم الكلية للخريجين، نعيد ذكرى الكلية يوميا معاهم. وأيضا سندشن قريبا رابط خاص في الموقع لهذا الغرض لتوثيق
بيانات الخريجين والجين وللتواصل معهم في كل الأحداث. فيعني اللهم لك الحمد، عام ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى، والختام كان ناجح. وأشكرك يعني على سؤالك وعلى تواجدكم معنا، مرة والتوفيق. شكرا لك سعادة العميد.